تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فمجلس متجدد بحضراتكم في رحاب الساحة البرهامية، نقرأ من خلاله موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين، اللهم أمين. وكنا قد وقفنا في المجلس الماضي حتى أقول يعني كنا قد قرأنا حتى وقفنا عند قوله باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. انتبهوا، القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. أنت تترجم على نسختك مباشرة فتكتب بين قوسين القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية فيما لا يجهر فيه بالقراءة، معناها في الصلاة الإيه؟ السرية. ولماذا جعل الإمام مالك رضي الله عنه ومن روى عنه هذه الرواية في موطأ الإمام مالك، لماذا جعل هذا الأمر وهذه القضية، لماذا جعلها مكانا في الترجمة؟ انتبهوا يا طلبة العلم، فإن عنوان الباب يسمى عند المحدثين يسمى ماذا؟ يسمى الترجمة. هذا العنوان للباب يسمى إيش؟ يسمى الترجمة. حتى قيل وقد صار كالعرف إن فقه الإمام البخاري في تراجمه. ثانية مشايخ، فقه الإمام البخاري في ماذا؟ في تراجمه. ما هي تراجمه هذه التي رآها العلماء فقها للإمام البخاري؟ ما هي هذه التراجم؟ أي باختصار عناوين الأبواب والكتب، عناوين الأبواب والكتب. فأنت كطالب حضرت قراءة كتب السنة تفهم أن عنوان الباب يسمى ماذا؟ يسمى الترجمة. فإذا سمعت عالما من أكابر العلماء من مشايخنا يقول قال الإمام البخاري في ترجمة الباب، تفهم يعني إيش الترجمة؟ يعني عنوان الإيه؟ عنوان الباب. فلماذا سميت ترجمة إذن؟ لأنها كالخلاصة لما جاء تحتها من أحاديث وروايات. لماذا سميت ترجمة؟ كأنها لأنها كالإيه؟ كالخلاصة لما جاء تحتها من العناوين والإيه؟ ما جاء تحتها من الأحاديث والروايات. تمام؟ كأنه يترجم عما في الأحاديث والروايات من قضية كبيرة تدور حولها هذه الأحاديث وهذه الروايات. ما هي القضية الكبيرة؟ قضية هذا في الباب الذي معنا، قضية القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. فيما إيه؟ لا يجهر فيه بالقراءة. وقد ترجمنا عن هذه الكلمة فقلنا معناها إيه؟ الصلاة السرية. طيب لماذا جعلوا هذه قضية؟ قالوا لأن الناس يفهمون أن المسلم إذا وقف فصلى خلف إمامه في الصلاة الجهرية فماذا يفعل؟ يسمع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فكأن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ليست مسألة تحتاج إلى بحث ولا فيها كبير خلاف. افهموني يا شباب، القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية ليس فيها كبير خلاف، لأنه وإن كان فيها خلاف لكن الخلاف الذي فيها لا يحتاج إلى بحث، وأن نفرده ببحث بأننا عندنا قاعدة، وإذا قرأ القرآن إيه؟ نستمع له وأنصت. يقف المأموم خلف إمامه ماشي، فيسمع كلام قراءته في الفاتحة ويسمع قراءته في إيه؟ في السورة التي تلي الفاتحة. فإذا انتهى من الركعتين الأوليين الجهريتين فإنه يشرع في الركعتين السريتين، فإن المأموم ماذا يفعل في السريتين؟ يقرأ. هنا يأتي الكلام، وستفاجؤون بالرواية الأولى في الموطأ أنها قد لا تتحدث عن قراءة المأموم خلف الإمام إلا في قولة أبي هريرة. إذن هذا الحديث حديث من؟ أهو بادئ زبد، حديث الراوي الأعلى. تعرفون ما معنى كلمة الراوي الأعلى؟ الصحابي الذي روى عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التقدمة التي أقدم بها لقراءتنا للرواية الأولى في باب ما جاء في القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، هذه التقدمة لتوضح لكم وتكسر المعاني الدفينة والمباحث العلمية الكثيرة الموجودة داخل الإيه؟ داخل هذا الباب. وقد ركز الباب على قراءة الفاتحة خلف
خمسة الإمام. لماذا ركز الباب على قراءة الفاتحة؟ ذاك أن الفاتحة ركن ركين من أركان الصلاة، وقد سميت الصلاة. يعني حتى في هذه الرواية يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الله يقول قسمت إيش؟ الصلاة بيني وبين عبدي. ثم يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله، قال الله تعالى حمدني عبدي. إذا قال كذا قال الله كذا. ويقسم الصلاة أم يقسم الفاتحة؟ قسم الفاتحة. فلماذا يقول قسمت الصلاة ولم يقل قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي؟ هذه من المباحث التي ستأتي في طيات هذه الرواية الأولى وفي هذا الباب. وعليه أيها الإخوة الكرام، قال عبيد الله بن يحيى، قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك. ولست في حاجة أن أكرر أن الرواية التي نقرأها للموطأ في مجالسنا هذه هي رواية من؟ يحيى بن يحيى عن الإمام مالك بن أنس. وقد روى الموطأ عن الإمام مالك أكثر من 17 رواية بل يزيد، منها رواية محمد بن الحسن الشيباني، ومنها رواية الإمام الشافعي، وغيرهم كثيرون روى الموطأ بكامله عن سيدنا الإمام مين؟ مالك. قال عبيد الله بن يحيى، وهو ابن يحيى بن يحيى الأندلسي الفقيه المعروف، يحيى بن يحيى عن، قال حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. وقد اعتدت مع حضراتكم أن ألقي الضوء على رجال، على رجال الإمام مالك. واكتبوا اسم هذا الكتاب، وهو من كتب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. كتب الإمام مين؟ السيوطي، سيدي جلال الدين السيوطي، جلال الدين صاحب 500 مؤلف. اكتبوا هذا يا مشايخ، صاحب إيش؟ 500 مؤلف رضي الله عنه. وهو هو من هو قيل عنه خاتمة الحفاظ، قيل عنه ماذا؟ كان يحفظ 200,000 حديث بسندها ومتنها، 200,000 حديث بسندها وإيه؟ ومتنها. له كتاب شرح فيه موطأ مالك، وكتاب آخر سماه إسعاف المبطأ برجال الموطأ. إسعاف مين؟ المبطأ، يعني الكسلان، الكسلان اللي زيه زيك يا شيخ زكريا. فالكسلان عايز ايه يا شيخ مدثر؟ عايز اسعاف، عشان ايه؟ مريض عيان، عايز ايه؟ اسعاف. الامام السيوطي عمل ايه؟ اسعفنا برجال الموطأ. يعني ايش يقصد برجال الموطأ؟ يقصد بهم الذين روى عنهم الامام مالك. وتسمعون المفاجأة، حصر السيوطي من روى عنهم الإمام مالك رضي الله عنه فزادوا على 1,000 عالم فوق 1,000. الذين روى عنهم الإمام مالك كم واحد؟ أكثر من 1,000 عالم، من التابعين ومن التابع التابعين ومن الأئمة الأعلام رضي الله عنه. خلاص. ولا أخفيكم سرا أني كنت وأنا أعرفكم على بعض مشايخ الإمام مالك، أني كنت أرجع إلى إسعاف المبطأ فأجد فيه تراجم من الأئمة الذين روى عنهم مين؟ الإمام مالك يا مشايخ. ففي إسعاف المبطأ هذا الذي ذكرت لكم اسمه ألفه من؟ فترجم لكل الأئمة الذين روى عنهم الإمام مالك رضي الله عنه. فوجدنا ترجمة العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، وقد أفردت له حلقة في مجالسنا هذه. فرأينا أن العلاء من التابعين، وأن عبد الرحمن والده من التابعين، وأن يعقوب والده أيضا من التابعي. فالعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب تابعي ابن تابعي ابن تابعي. جده يعقوب من أصحاب عمر بن الخطاب، عبد المكاتب. أي نعم، كان عبد المكاتب. حكينا تفاصيل قصته. جده يعقوب كان من أصحاب مين؟ عمر بن الخطاب. أبوه عبد الرحمن كان من أصحاب أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن هذا كان من أصحاب أنس بن مالك، هو من صغار التابعين، وجده يعقوب من كبار التابعين. وده شيخ تعلم على ايده مين يا مشايخ؟ سيدنا الامام مالك. وهو من الاحرار ام من العبيد اللي هم الموالي؟ بل كان من الموالي. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب من الموالي، وابوه من الموالي، وجده من الموالي. والله تعالى رفعهم بهذا العلم، فتتلمذ على يدهم العربي الإمام مين يعني؟ العربي هذا الذي أقصد به الإمام مالك، عربي يمني أصبحي رضي الله عنه.
ومع ذلك تتلمذ للايه في هذا الذي قال عنه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب روى عن من؟ قال انه سمع ابا السائب مولى هشام بن زهره يقول سمعت ابا هريره. كان الان عندنا في هذا السطر ونصف كم اسم؟ ثلاث اسماء. اول واحد ابو السائب مولى من؟ هشام بن زهرة. أبو السائب. والثاني هشام بن زهرة. أبو السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة. إذن الاسم الثالث عندنا في هذا السطر ونصف من؟ أبو هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه. أما أبو السائب فهو من الأنصار الأنصاري. اكتب على رسالة على نسختك أبو السائب الأنصاري المدني، يعني أنصاري ولد وعاش فين يا شباب؟ في المدينة المنورة. المدني. قال عنه الحافظ يقال اسمه عبد الله بن السائب. الحمد لله أن وجدنا له اسما. وهو من الصحابة أم من التابعين؟ بل هو من التابعين، وتتلمذ لأبي هريرة. أبو السائب مولى هشام بن زهرة، اسمه يا مشايخ عبد الله بن السائب. عبد الله ايه؟ السائب. انا الان اعرفكم عن شيخ من شيوخ شيوخ الامام مالك، لان ابو السائب ده شيخ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب شيخ مين؟ شيخ الامام مالك. انتم منتبهين معايا يا اولاد ولا ايه؟ الله يبارك فيكم. واذا ابو السائب اسمه ماذا؟ عبد الله ابن السائب. ما هي درجته في الحديث وهو تابعي؟ درجته في الحديث ثقه. درجته ماذا؟ ثقة. روى له الإمام مسلم، يعني الذي أخرج بعض أحاديثه في الصحيح سيدنا الإمام مين؟ مسلم. وروى له الإمام البخاري. الله أكبر. روى له الإمام البخاري فين؟ في جزء القراءة. القراءة يعني قراءة القرآن في جزء ماذا؟ القراءة. هذا الرجل رضي الله عنه تابعي حضر أبا هريرة وهو من الثقات. روى عنه العلاء بن عبد الرحمن وغيره. روى عنه العلاء بن عبد الرحمن وهو روى عن أبو هريرة وغيره من الصحابة. مولى مين هذا؟ تتخيلوا؟ العلاء بن عبد الرحمن من الموالي. أبو السائب من موالي، وأبو السائب يروي عن أبي هريرة. وأبو هريرة من الموالي؟ لا لا، أبو هريرة صحابي عربي من قبيلة تسمى قبيلة دوس، وسأعرفكم قليلا عن أبي هريرة لكن بعد قليل. الآن أبو السائب يا شباب معكم النسخ. أبو السائب مولى مين؟ هشام ابن زهرة. وقيل مولى عبد الله بن هشام بن زهرة. مين عبد الله بن هشام بن زهرة ده؟ قال مولى بني زهرة أو مولى بني زهرة. يعني نقدر نقول على أبو السائب إما مولى هشام بن زهرة أو مولى عبد الله بن هشام بن زهرة أو مولى بني زهرة. في النهاية هو من فين؟ من الموالي، من موالي بني زهرة. هذا الرجل روى عن أبي هريرة زي الحديث اللي معانا النهاردة. أبو السائب روى عن مين يا مشايخ؟ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. يعني هو تابعي كبير ولا تابعي صغير؟ كبير، مدام حضر أبو سعيد الخدري. ها؟ وروى عن المغيرة بن شعبة. إذن هو من مشايخه أبو السائب مولى بني زهرة. هذا من مشايخه من ومن؟ أبو هريرة وأبو سعيد الخدري. ومن كمان؟ والمغيرة بن شعبة. طيب هو من كبار التابعين. من روى عنه غير العلاء بن عبد الرحمن؟ قال لا، روى عنه شعبة والزهري. شعبة مين ده؟ شعبة بن الحجاج. وروى عنه الإمام الزهري، وروى عنه شريك وجماعة من الأئمة. إذن أبو السائب مولى بني زهرة إمام ولا أقل من هذا؟ إمام كبير من كبار الأئمة. ما دام روى عنه شعبة وروى عنه الزهري وروى عنه شريك وجماعة، إذن هؤلاء جميعا شعبة وشريك والزهري دول أقرناء العلاء بن عبد الرحمن اللي هو معنا في الرواية. أقرناء مين يا مشايخ؟ العلاء بن عبد الرحمن، يعني أصدقائه في الطلب، أصدقائه في الطلب وأقرانه في العلم. تتلمذ على يد عبد الله بن السائب. مين؟ عبد الله بن السائب مولى بني زهرة. واضح يا مشايخ؟ بهذا نكون قد قرأنا لحضراتكم ما جاء في الإسناد، وقد عرفنا
تعريف سريع، لكن إذا أردنا أن نعرف تفاصيل تاريخ هؤلاء الأكابر نرجع إلى كتاب أسميناه لكم ماذا؟ إسعاف المبطأ برجال إيش؟ المبطأ. فإن أردت أن تقتنيه فقد اقتنيت خيرا كثيرا، فإن فيه تعاريف بهؤلاء الأئمة الأكابر. وفي المرة القادمة إن شاء الله نواصل قراءتنا لنرى ما جاء في هذه الرواية التي نفصل إن شاء الله معكم بعض المباحث الفقهية التي فيها. وصلى الله على سيدنا محمد.